النهب جريمة عادة ما ترافق الكوارث مع استثناءات نادرة، سنعرف السبب بعد شرح بسيط. وقع عام 1917 انفجار بمدينة هاليفاكس بكندا، عندما اصطدمت سفينة إغاثة بلجيكية وناقلة ذخيرة فرنسية في الميناء. تكون عنه موجة تسونامي أغرقت شوارع المدينة وقتلت 10,000 شخص، ووقعت أحداث نهب. كانت هذه الكارثة من أوائل الحوادث التي درسها علماء الاجتماع لفهم طبيعة الجرائم التي ترافق الكوارث، ومنها الطبيعية كالأعاصير والزلازل، والتي أصبح يرافقها مع مرور السنوات جرائم عنف ضد النساء والأطفال والإتجار بالبشر والاحتيال. ما يهمنا تحديدا هو النهب، علما أن علماء الاجتماع والقانونيين يفرقون بين النهب والسرقة. فالسرقة هي أخذ شيء دون إذن أو صفة قانونية، بينما قد يحدث النهب علانية وأحيانا في حضور المنهوب، مع تشديد الجهتين على أن السائد في الكوارث هو المساعدة والتعاون بين أفراد المجتمع. آخر حوادث النهب المرتبطة بالكوارث وقعت في تركيا بعد زلزال فبراير 2023. فهل النهب رد فعل لا مفر منه بعد هذه الكوارث؟ في مؤلفهما Criminology of Disaster وجد الباحثان كيلي فريلينغ أند دي وود هاربر أن وقوع النهب مرتبط بأمرين: الأول نسبة حوادث النهب والسرقة قبل الكارثة، فمثلا عند مقارنة حوادث السرقة قبل إعصار كاترينا الذي وقع في أمريكا عام 2005، وجدوا أنها لم تكن نادرة ولذلك زادت بعد وقوعه، لأن المنطقة التي تضررت من الإعصار كانت أصلا مناطق مهمشة ودخل سكانها منخفض. الأمر الثاني هو كيف كانت رد فعل السلطات عند وقوع الكارثة. فخلال إعصار كاترينا كان رد فعل السلطات متأخرا لتقديم الدعم ونشر قوات الأمن، مما سهل النهب. والسمة المشتركة بين الدول التي تحدث فيها حوادث النهب بعد الكوارث مثل هايتي وتشيلي ومدينة نيو أورليانز التي ضربها إعصار كاترينا مثلا، هو ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وارتفاع نسبة النساء كمعيلات وحيدات للعائلة وانخفاض نسبة التعليم، بالإضافة لتأخر رد فعل السلطات في أعمال الإغاثة وحفظ الأمن. ويضيف بيثاني ألفان براون الأكاديمي بعلم الاجتماع بجامعة كابريني ببنسلفانيا أن النهب يعد أيضا وسيلة لتفريغ الحزن والسخط على بطء الإغاثة. وأخيرا لكل قاعدة استثناء، ففي بلد كاليابان كان الأمر مختلفا، فعندما وقع فيها زلزال بمارس 2011 بالكاد سجلت حوادث النهب، وذلك لسببين: الأول ميل الشعب لتقدير خلق الأمانة، والثاني نشر قوات الشرطة وتعاون عصابات الياكوزا معها للسيطرة على الأمن. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.